4 سنين في بيت صلاح نصر زوج وزوجه، يعني كنت قادره تعيشي الوضع ده ازاي؟ استحملتي ازاي يعني؟ ازاي انت قعدتي مع صلاح نصر 4 سنين في بيت واحد؟ كان بيعاملك ازاي؟ هل كان قاسي ولا كان كويس؟ مين ده؟ صلاح نصر. ما انا هقول بضيع. مين قال لك ان هو كان كويس؟ ده ما خدش عندي حاجه خالص. انا خد فلوسي وخد هدومي وخد العفش بتاع البيت بقى كل يوم بيشيل حاجه. وخلوا بعمل كرنام عشان نمشي بالمستقبل ولا غصب عني، يعني هم أجروهم وقالوا احنا هندفع الايجار. قعدوا كذا سنه ما يدفعوش ولا مليم، وركزوا معايا. انا كنت واخده منه قرض عشان اشتري فوق المدادين اللي احنا بعناها. معلش ربنا يديك الصحة يا رب وطولة العمر. خدوا مني كلام وقالوا ايه ان انا رحت للسفير، قلت له كذا كذا، قال لي بتبخ فيه امضي على العقد عشان ما بقول لهم انا عايز الشقة بره. انا بقى ضحكت على اليهود. والله خدوا شقة بره في البلد اسمها لابول، قعدت فيها. انت كنت معايا ايه؟ وكل يوم اقول له يا جوزيه يا اسمه ايه؟ بتاع فرنسا اسمه ايه؟ اللي احنا كنا عندنا في الاوتيل رفايل. رفايل يا رفايل بعت لنا شوكولاته للولاد. بعت لنا اكل للولاد. كنت بتكتبي المذكرات؟ عشان بعده المذكرات بس قعدها قدامي، جاب لي مكنة تايبرايتر وقال لي اكتبيها. قلت له ما اقدرش اكتبها هنا في فرنسا في باريس، انا عايز اروح بلد بعيد اقعد فيها لوحدي رايقة. قلت له هدي مكنة كتابة. جاب لي انا بضحك على رفائيل دلوقتي. يا روح يا رفائيل هات لنا الشوكولاتة للولاد، هات لنا غدا، ابعت لنا سمك. كل يوم اطلب طلب. قال لي هي المذكرات هتخلص امتى؟ قلت له لا ده احنا لسه بنكتبها على مهلنا بقى. لازم نركز. فاكر طبعا المكرونه اللي في الفرن. المهم فبعد كده السفير قال لي يا اعتماد لا رتبي نفسك على انك تنزلي عشان رفائيل قرب بيتجنن. وتطلبي مني طلبات كثير قوي. قلت له طب هجرب. قلت له رفائيل ايه رايك انك انت تروح مشوار كده وكذا كذا وتوضب لي الجو بتاع الاوتيل. السفير قال لي سيب هدومك ما تاخدهاش معاك. وانا خد رفائيل ما يجيلكيش تاني ما يبعتلكش حاجه. قلت له طب حاضر. قال لي مرات صاحبي بنت عثمان باشا محرم قالت لي سيبي كل حاجتك ما تاخديش حاجه. رحنا نزيل السفير قطع لي تذاكر الطياره وركبت الطياره وسبت هدومي كلها عشان يقولوا دي بس. رفائيل بقى اتجنن ما لقانيش. انا مشيت في الطياره الساعه 3 بالليل. ومفيش مذكرات سبتيها ولا حاجه؟ ها؟ ما كتبتيش مذكرات ولا حاجه؟ لا سبت الهدوء وسبت كل حاجه. والمذكرات ما كتبتيش مذكرات؟ ما كتبتيش. ما كتبتهاش؟ اه؟ المذكرات. كتبتها؟ كتبتيها؟ كتبتي مذكرات ولا ما ضحكتي عليهم ما كتبتيش مذكرات قلتيلي؟ ده كتبتها. وديتها لهم؟ وخدوها؟ مين هما؟ اليهود؟ لا ما خدوهاش. مش اليهود؟ لا. انا ما كتبتش لليهود مذكرة. لا انا كتبت للبلد. تمام. بتاعتي مذكرة. للسفير. والسفير قال لي امضي وماركيش دعوه على كل ده. مضيت ان انا هسافر للسفير. قطعني التذاكر وركبوا لي طياره الساعه 3 بالليل. وسبت كل هدومي. كل حاجة خدت ولادي
والسفير قطع لنا التذاكر معاه من فلوسه ورحنا فلسطين. السفير بتاع لبنان لما نزلت لقيت واحد صحفي مستنيني والسفير بتاع لبنان مستنيني. اول ما نزلت من طياره السفير بتاع لبنان دي الحمد لله على سلامتك ورحت وقفت على ايدي وقيلتها والله انت هربتي ازاي منه؟ قلت له والله السفير بيساعدني ولقيت السفير بتاع لبنان واقف منتظرني. المهم قعدوني في اوتيل وغيروا اسمي، انا اسمي سعاد عبد العزيز. سعاد عبد العزيز غيروا اسمي عشان ما اقولش اعتماد فرصة. اه مدام اعتماد سامعني؟ سامعني؟ مين؟ حضرتك سامعاني دلوقتي؟ ايوه تعالي انا بسال. اعلي لها السماعه. اقعدي جنبي احسن لك بقى.